قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والمساجد قال العلماء على معنيين: الأول هي الدور التي يصلى بها تسمى مساجد، والمعنى الثاني هي مواضع السجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلا المقبرة والحمام. وهنا رد على شبهة، لأن دعاة الشرك يضعفون حديث البخاري ومسلم، حديث عائشة وابن عباس قالت: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قالوا أن اليهود والنصارى ليس عندهم مساجد، فبذلك الحديث ضعيف، دل دعاة الشرك. وقال العلماء كما قال ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر، قال: والقبر إذا صلي عليه أو إليه يسمى مسجدا. وكذلك ابن تيمية رحمه الله قال نفس هذا الكلام في الفتاوى، فدل ما عندهم شبهة. فربنا قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولا هنا ناهية، ربنا قال: ولا تدعوا مع الله أحدا، وأحد هذه جاءت نكرة في صياغ النهي تفيد العموم، يدخل فيها الملائكة والرسل والأولياء، كلهم يدخلوا في أحدا. فربنا قال: فلا تدعوا، والدعاء هو العبادة، كما قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، فسمى الله الدعاء عبادة، سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود، قال: الدعاء هو العبادة. إذا كان الدعاء عبادة، فالذي يدعو الله يعبد الله، والذي يدعو غير الله يعبد غير الله، لأنه صرف له عبادة من العبادات. وإذا دعوت غير الله أشركته مع الله سبحانه وتعالى في ثلاث صفات. إذا قلت: يا أبونا الشيخ تلحقنا، أو يا شيخ فلان، أديت ثلاث صفات هي لله سبحانه وتعالى. الصفة الأولى السمع المطلق، كلنا سمعنا محدود، الآن ما بنسمع في الكبر هنا في شنو، فربنا سبحانه وتعالى له السمع المطلق. لو ناديت الشيخ يكون ميت أو يكون غائب، حي لكن غائب ما قاعد معانا، أديت السمع المطلق وهو لله سبحانه وتعالى. الصفة الثانية القدرة، العلم المطلق، يعرفك قاعد في السوق المركزي وناديته، وكذلك العلم المطلق هو لله سبحانه وتعالى. الصفة الثالثة القدرة المطلقة، إنه يقدر يساعدك لو ترتعت ولا العربية خسرت تناديه، معناه بيقدر يساعدك. والقدرة المطلقة هي لله سبحانه وتعالى. فإذا دعوت غير الله أشركته مع الله سبحانه وتعالى في ثلاث صفات هي لله سبحانه وتعالى. فربنا قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك بي أحدا. وقال الله عز وجل: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. الآن الناس اللي بيدعوهم يعني مع الله سبحانه وتعالى، دون الله ولا ما دون الله؟ كل الشيوخ البرعي والمكاشفي والبدر، كل الناس ذيل دون الله سبحانه وتعالى. ربنا بيسألنا قال لنا الناس ذيل خلقوا شنو؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض. خلقوا شنو؟ الأرض ببحارها وأنهارها وجبالها وأشجارها وإنسها وجنها، خلقوا شنو الناس ذيل؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله. إذا أردت أن تعرف أضل زول على وجه الأرض هو الذي يدعو غير الله، هو الذي يدعو الأموات ويترك رب الأرض والسماوات، ده أضل زول، وده استفهام استنكاري أبلغ من النفي. ربنا قال: ومن أضل، يعني ما في أضل من الزول. لا، طيب ليه أضل زول؟ ربنا قال: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو قعدت من أسي لا يوم القيامة تنادي فيهم تلحقونا وتفزعونا ونحن في حواكم، ربنا قال: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال الله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير ده اللفافة الخفيفة في نواية البلح. ربنا قال الناس ديل الميتين ديل والصالحين والطالحين وغيرهم، ربنا قال ما يملك القطمير،
يا أخي زول ما بيملك القطمير هيعمل لي شنو؟ فربنا قال ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم. ما بيسمعك لو ناديت الشيخ، ما بيسمعك ولو سمعوا جدلا يعني ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ربنا سمى شرك، تنادي الشيخ تنادي غير الله أنت مشرك. ربنا قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال الله عز وجل له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وهنا ربنا سماهم كافرين، هناك سماهم مشركين، وفي الآية دي ربنا سماهم كافرين وضرب مثل. ربنا ضرب مثل في الآية دي، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ربنا قال لو في زول وقف فوق البير فوق ومد يده للموية تحت قال للموية تعالي بيجيو؟ ما بتجيو. ده زي الزول اللي بنادي غير الله كويس، اللي بيقول تلحقونا وابونا الشيخ تلحقنا ما بيستجيب لك. ربنا قال لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. ربنا قال وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال الله عز وجل قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. ربنا قال لك دعبي زيك، لأن دعاة الشرك يقول لك الآيات دي نازلة في الأصنام والناس بينزلوها في الصالحين، هم الأصنام زادوا كانوا صالحين زي ما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اللات يلد السويق للحجيج، كان بيأكل الحجيج، فالأصنام كانوا صالحين. وفي الآية دي ربنا قال لك دي العباد زيكم. هنا ربنا قال أصنام إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عبد زيك. الشيخ الدعيته ده عبد زيك، يأكل ويشرب ويشيل الإبريق يمشي يطلع على الفضلات، زول ضعيف كويس، ويمرض ويموت، ولما يموت يشيلوا أربع أنفار بالعنقريب، زول ضعيف يا أخي شايلونه ناس كويس. ويوم القيامة يقوم حفيان وعريان وغير مختون، يقوم أغلب زيك أدعيته ده. عشان كده ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الشيخ ده لا بيكشف عنك ضر ولا بحوله لزول تاني، فلا يكشفون فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. وقال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية كما قال ابن القيم رحمه الله قطعت شجرة الشرك من عروقه. الآية دي عجيبة خلاص. ربنا قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أول شيء قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فنفى الله سبحانه وتعالى عنهم الملك، ما عندهم ملك مع الله عز وجل. طيب الزول ما بيملك احتمال يكون شريك، فربنا قال وما لهم فيهما من شرك، فنفى عنهم الملك ونفى عنهم الشراكة. طيب الزول ما بيملك وما شريك يا أخي بيساعد ربنا. ربنا قال وما له منهم من ظهير أي مساعد ومعين. طيب الزول ما بيملك وما شريك وما بيساعد يا أخي بيشفع ربنا، فربنا قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الآن جميع الناس اللي بيدعوهم
مع الله عز وجل. يقول لك قبل فوق نادي أهل الزوج، وقبل تحت نادي بمسك، وقبل يمين نادي الصالحين، وقبل شمال نادي الهمام، وقبل صعيد نادي عوض الجيد. ما تركوا اتجاه لرب العالمين. وربنا وين؟ أي اتجاه فيه شيخ بيدعوه كويس، الصوفية بيدعوهم من دون الله عز وجل. ربنا قال اتحدانا، ربنا قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الآن لو عملنا اجتماع كويس وقلنا للشيوخ ديال كلهم أخلقوا ذبابا، ربنا قال ما يقدروا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. مش كده وبس، ربنا قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. أنت ضعيف وادعيت ذاته ضعيف. وربنا سبحانه وتعالى قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. في الآية دي ربنا قال لو دعيت زول مع ربنا قلت يا البرعي ولا يا المكاشفي ولا يا بدر طوال جعلت إله، ما إلا تصلي له وتحج له، مجرد ما ندهته ودعيته من دون الله عز وجل طوال جعلت إله. ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر، سمى إله، قال لا برهان له به، يعني ما عنده دليل. أي زول بيدعو غير الله ده ما عنده دليل. والآن دعاة الشرك كويس راقدين في التلفزيون وفي الإذاعات وغيرهم، يقول لك تدعو غير الله ويجيب لك دليل ودليل باطل ساي. يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلات فليقل يا عباد الله أحبسوا. يقول لك ده دليل. الحديث فيه معروف ابن حسان في السند بتاعه في الرواة اسمه معروف ابن حسان، قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال قال عنه ابن عدي منكر الحديث، النقل الحديث زول منكر. فالناس ما عندهم دليل وعندهم حديث كثيرة ضعيفة وموضوعة، يعني عايزين يخربون بها عقائد المسلمين. بدل الزول يدعو ربنا سبحانه وتعالى وحده يقول لك لا تنادي الميتين وتنادي الغائبين بالحقون وبيفزعون. وفي حديث ابن عباس يحفظه جميعنا في الترمذي وابي داود قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. قال له فإذا سألت فسأل منه. قال له قال لا سألني أنا النبي وأنا قريب ربنا وكده، زي ما الليلة بقول لك إن كنت في هم وغم قال فقم وانده وقل يا مرغني آتيك بسرعة. قال لو عندك مصيبة نادي شيخ الختمية. والبرعي قال إن ناب خطب في البلاد نزيل، قال قل يا ولي الله إسماعيل. وده شرك بالله عز وجل وكفر. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له ناديني زي ما شيوخ الطرق الصوفية بيقول المريدين بتاعينهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغفل، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. جزاكم الله خير. وقدم أخونا محي الدين.